البليتليت أو الصفائح الدموية. By the successful completion of this presentation, you are expected to describe the structure and function and lifespan of platelet. تصف تركيب ووظيفة وعمر الصفائح الدموية. Explain the interaction of platelet, blood vessels and plasma coagulation factor in hemostasis. تشرح تداخل الصفائح الدموية مع الأوعية الدموية كذلك مع عوامل التجلط في طريقة إيجاف نزيف الدم. State the role of the liver in normal hemostasis. بيقول لك تعدد دور الكبد في توقف النزيف الطبيعي. Describe the process of blood coagulation and hemostasis. تصف العمليات اللي بيتم بيها الكواجوليشن أو التجلط وكذلك الهيموستاسيس توقف النزيف. البليتلت ستراكشر بيقول لك are extremely small and discoid 3 multiple 0.5 ميكرومتر in diameter. بيقول لك على أن الصفائح الدموية إلى حد ما صغيرة جدا وبتكون discoid نص القطر تبعها من 3 إلى 0.5 ميكرومتر. هذا هو شكل البليتلت. نلاحظ ان فيها جليكوجين في جليكوكالكس وفي لايسوسوم في بلازما ممبرين في اوبن كلانيوكولار سيستم فيها موجود ايضا الدنس تبيولار سيستم في ميتوكوندريون ايضا في سبيسيفيك الفا جرانيولز وفي ايضا الدنس جرانيولز. نلاحظ ان الالفا جرانيولز هذه تعتبر مخزن للفيبرونوجين وكذلك الفاكتور 5 وكذلك الفون والبراند فاكتور والفيبرونوكتين وكذلك الهيبارين والانتا اجونست وكذلك اذر بروتين. طيب the glycoprotein of the surface coat are essential in the platelet adhesion and aggregation. بيقول لك الجليكوبروتين اللي موجود على سطح الصفائح الدموية هو أساسي في التصاق وتراكم الصفائح الدموية. Open membrane canalicular system in which the selective absorption coagulation protein take place. بيقول لك على أن الغشاء المفتوح اللي هو canalicular system بيقولوا هو منطقة بيعتبر الابسوربشن تبع الكواجوليشن بيكون فيه بالضبط يعني. طيب the membrane phospholipid بيقول لك الغشاء الفسفوليبيدي للبليتلت فاكتور 3 تيشو فاكتور are essential for the conversion of the coagulation factor X to X activation and prothrombin factor 2 to thrombin factor 2 activation. يعني بيقول لك على ان الممبرين او الفسفوليبيد اللي موجود في الممبرين هذا هو بيحول لي العامل 10 او عامل تجلط 10 من الان اكتف الى اكتف يعني بيعمل له تنشيط. كذلك البروثرومبين يحوله من الان اكتف الى اكتف اللي هو الثرومبين. طيب the platelet contain 3 types of storage granules. بيقول لك على ان الصفائح الدمويه تحتوي على 3 مخازن للحبيبيه. بيقول لك اللي هي الدنس جرانيولز وفي معنا الفا جرانيولز وفي معنا اللايسوسومز جرانيولز. طيب the more frequent specific الفا جرانيولز contain clotting factor. بيقول لك على انه الاكثر المخزن الاهم اللي هو الفا جرانيولز هذا بيحوي لي على عوامل التجلط وكذلك الفون والبراند فاكتور والبليتلت درايفد جروث فاكتور واذر بروتين. طيب الدنس جرانيول ار كونتين ادينوسين دايفوسفيت كذلك بيحتوي على الادينوسين ترايفوسفيت اللي هو الطاقه وكذلك السيروتونين وكذلك كالسيوم. اللايسوسوم كونتين هيدروليتيك انزيمز بيحتوي لي على الهيدروليتيك انزيم. طيب البليتلت فانكشن ذا مين فانكشن اوف بليتلت ان ذا فورميشن اوف ميكانيكال بلوكس. بيقول لك الوظيفه الرئيسيه للصفائح انها بتشكل لي اللي هي الخثره الآلية after vascular injury بعد أي جرح في الوعاء. There are three major platelet functions. بيقول لك هناك ثلاث وظائف رئيسية
الصفائح الدموية اللي هي الأدهيشن الالتصاق والأجريجيشن تجمع and release reaction وأيضا تنتج اللي هي المواد اللي بتعمل لي التفاعلات and amplification تعمل تضخم. هذا هو نلاحظ في معنا هنا اللي هي الكولاجين. الكولاجين في معنا الأدهيشن منطقة هذه الأدهيشن نلاحظ بترتبط لي فين البليتليت. هنا في معنا الفيبرونوجين اللي هو بيربط لي بين البليتليت وبيربط بين اللي هي وفي معنا هذا اللي هو الفونوليبراند فاكتور بيربط لي الكولاجين او الصب اندوثيليال ممبرين يربطهم مع البليتليت. اتفقنا؟ او اقول لك ما وظيفة الفونوليبراند فاكتور تقول لي انه بيربط لي الصفائح بالصب اندوثيليال ميكروتوبيولز. كذلك الاجريجيشن كيف بتم؟ في معانا اللي هو ريسبترات خاصة في الاجريجيشن هذا اللي هو الجي بي اي اي بي. في معانا الجي بي اي 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 هذول اللي بيربطوا لي بين اللي هي بيعملوا لي الاجريجيشن. طيب لو نقول لك ما هو اللي بيعمل لي او الريسبترات اللي مسؤولة عن الاجريجيشن الادهيشن تقول لي الفونوليبراند فاكتور. لكن لو اقول لك ما هو اللي مسؤول عن الاجريجيشن تقول لي الجي بي اي بي والجي بي اي اي بي. اتفقنا؟ طيب البليتلت لايف سبان the normal بليتلت لايف سبان is 10 days العمر تبعها بيكون 10 ايام. طيب the interaction of platelet blood vessels and coagulation factor تداخل في الصفائح الدموية وكذلك الوعاء الدموي وعوامل التجلط. It is a normal hemostatic response هو بيقول لك استجابة طبيعية لأي نزيف to vascular damage من إذا حصل أي دامج أو جرح في أي وعاء دموي من الطبيعي أنها تعمل response أو استجابة. An efficient and rapid mechanism for stopping bleeding بيقول لك على أنه آلية سريعة من أجل إيقاف النزيف. طيب it is tightly controlled هي بإحكام تتحكم process to prevent extensive clot وفي يعني تحكم محكم أو عملية تحكم محكمة بأنها تمنع لي تشكل خثرات كثيرة بحيث لا تتطور وتؤدي إلى يعني أنها تسد للوعاء الدموي. قال لك and to be able to break down such clots once damage is repaired بيقول لك حالة ما الدامج في الفاسكولر يحصل له ريبيرد أو إصلاح على طول بيحصل إيقاف لتشكل الخثرات. طيب هذا هو الفيزال انجري جرح حصل في الفيزاس طوال الكولاجين اكسبوشر بيحصل بليتلت ادهيشن. البليتلت ادهيشن بيحصل لها بليتلت اكتيفيشن شيب تشينج بيتغير شكل الصفائح الدموية granule secretion تفرز حبيبات و activation of GBIIB و 3A اللي هو قلنا هذا المسؤول عن من؟ عن الاجريجيشن الريسبتور المسؤول عن الاجريجيشن GBIIB وكذلك الIIA 3IA. طيب لما يحصل platelet activation بتفرز لي السيروتونين. السيروتونين بيروح يعمل لي فازو construction اي انكماش للوعاء الدموي نفسه. كذلك البليتلت فوسفوليبيد بتعمل لي تحفيز للبلود كواجوليشن كاسكيد اللي هي الفاكتورات فاكتور 1 2 3 4 من اجل اللي هي الاكسترنسيك فاكتور والانترنسيك فاكتور كاسكيد. طيب ايضا بيحدث افراز للثرومبوكسان اي 2 والاي دي بي. هذا الثرومبوكسان اي 2 والاي دي بي بيحفزوا لي البليتلت اجريجيشن. طيب لما بيحدث فازو كونستراكشن انا بيعمل ريديوس للبلد فلو يقلل لي من تدفق الدم. وبعدين معنا البليتلت اجريجيشن لما يحصل بليتلت اجريجيشن بيحصل برايمري هيموستاتيك بلوك اي بدايه اول بلوك. والبلد كواجوليشن كاسكيد بيعمل لي ينشط لي الثرومبي اللي هو الفيبرينوجين يحوله الى
البروثرومبين يحوله الى ترومبين، والترومبين يحول البروفيبرونوجين الى فيبرين، او الفيبرونوجين الى فيبرين. طيب لما يتشكل لي الفيبرين هذا بيعمل لي ستابل للهيموستاتيك بلوك، اي بيوقف، اللي هو يعتبر سكندري هيموستاتيك بلوك. اتفقنا؟ طيب the role of the liver in normal hemostasis، ما هو دور الكبد في تشكل الخثرات الطبيعي؟ هي تصنع الفاكتور 2 و7 و9 و10 by liver parenchymal cell، اللي هي خلايا البرانشيمال سيل الموجودة في الليفر. Also the hepatocytes are involved in the synthesis of factor V and fibrinogen. بيقول لك أيضا في خلايا الكبد تساهم في تصنيع العامل 5 وكذلك الفيبرينوجين. أيضا production of the thrombopoietin from the liver. كذلك يقول لك بيصنع الثرومبوبوتين اللي هو بيروح ينشط لي نخاع العظم على أنه ينتج لي صفائح دموية. طيب the process of the blood coagulation and hemostasis، العملية التجلط والهيموستاسيس. نلاحظ ان في معنا حصل in vivo في الجلد vessel injury، اي جرح. طيب لما حصل اي جرح بيظهر عندي الكولاجين اللي هو الاكسبوزيت كولاجين، وكذلك الفوسفو او البليتلت فوسفوليبيد. طيب التيشو فاكتور على العوامل الموجودة في النسيج تنشط لي العامل 7 تحوله الى اكتف فورم. طيب العامل 7 هذا بيروح ينشط لي العامل 10، العامل 10 بيروح لما يحصل له اكتيفيشن بيحول لي البروثرومبين قلنا الى ثرومبين، الثرومبين لما يتنشط يحول لي الفيبرينوجين الى فيبرين، الفيبرين لما يتنشط يعمل لي ستابل للفيبرين او البلد كلوت. اتفقنا؟ شكل لي السدادة. طيب summary، the main function of platelet is the formation of the mechanical block، الوظيفة الرئيسية قلنا للصفائح الدموية انها تشكل لي بلوك سدادة after vascular injury، بعد اي جرح في الوعاء الدموي. طيب the normal platelet life span is 10، بيقول لك العمر الطبيعي للصفائح الدموية 10 ايام. The interaction of platelet وال blood vessels and coagulation factor، بيقول لك التداخل في اللي هو العملية المتداخلة او المتآزرة مع بعض للصفائح الدموية وكذلك الوعاء الدموي وكذلك عوامل التجلط بتكون في تشكل السدادة. اتفقنا؟ The liver is involved in the synthesis of the cerebral coagulation factor in addition to production of the thrombopoietin، كنا على ان الكبد تتضمن او تدخل تساهم في تصنيع العديد من عوامل التجلط بالإضافة إلى إنتاج الثرومبوبوتين المسؤول عن تحفيز نخاع العظم لإنتاج الصفائح الدموية. قلنا البلد كواجوليشن جنريتد باي تو باي ذا واي اكسترنسيك اند انترنسيك، قلنا على أن العوامل التجلط أو تجلط الدم تنشأ من طريقتين اللي هي الاكسترنسيك والانترنسيك، وقلنا منهم الاكسترنسيك عن طريق التيشو فاكتور، التيشو فاكتور ينشط لي العامل 7 والعامل 7 ينشط 10 و10 يروح ينشط البروثرومبين الى ثرومبين، والثرومبين ينشط الفيبرينوجين الى فيبرين، والفيبرين يعمل لي اللي هو ستابلايزد للبليدنج. طيب في الاكسترنسيك قلنا في معنا الفاكتور 12 ينشط لي 11 ينشط لي 9، 9 ينشط 8، 8 ينشط لي 10، 10 ينشط لي البروثرومبين الى ترومبين، والترومبين يحول الفيبرينوجين الى فيبرين، والفيبرين يعمل لي ستابلايز او كلوت او بلوك. اتفقنا؟ ريفرنس ازينشال هيماتولوجي. ثانك يو.